من اول الطفل لما يتولد ازاي يفصل المهملات او ازاي يفصل الباسكت لكذا حاجه، سواء زجاجات سواء بلاستيكات سواء اوراق سواء مخلفات عامه، ازاي يفصلها. انعدام الامكانات الماديه اللازمه يقف عائقا امام تطوير فكره تدوير المخلفات وفتح افاق جديده لهذا النشاط، وتطالب الحكومه بمساعدتها لاستكمال مشروعها. أنا بناشد إن إحنا بدل ما نورد أو الحاجات دي للخارج، لا، إحنا البلد تستفيد بيها وهيعود عليها اقتصاديا، وبالتالي وزارة الاقتصاد هيعود عليها في الكلام ده. فإحنا بنناشد إن يكون في ماشينز أماكن كبير مخصص للبلاستيك، للكنز، للأوراق، للحاجات دي كلها، عشان نبتدي نفصله. المكنز ده يتعامل بصورة مصغرة في الجامعات وفي المدارس وفي الشوارع وفي المولات وفي الأماكن التجارية. وإذا استغلت المخلفات بالشكل الأمثل، فمن الممكن أن تصبح مصدرا لفرص عمل جديدة للشباب. هكذا ترى هذه الفتاة التي حققت من خلال المخلفات ربحا ماديا. الشجرة الصغيرة طلبت مني من إحدى الجهات يعني، وفعلا بعتها بمكسب حلو جدا، إن أنا ما كنتش مكلف في حاجة خالص غير سبراي، ما يكلفنيش غير حاجة رمزية جدا، وبعتها وكسبت فيها جامد. فأنا برضو بقول للشباب ما تخافوش، الحاجة دي ممكن تبقى مشروع صغير ويدخلكم دخل ثابت كمان. تدوير المخلفات أو إعادة استخدامها تنال اهتمام الكثير من دول الغرب، فعلى سبيل المثال استحوذت صناعة التدوير في أمريكا على نحو 22% من النفايات الصلبة، وتم استخدام ثلث الكمية في صناعة السماد والباقي في تدوير الورق والبلاستيك. بلمسات شبابية تحولت هذه المخلفات إلى منتجات قابلة للاستخدام الشخصي أو التجارة، أفكار وابتكارات تشير إلى أن المخلفات من الممكن أن تتحول إلى مشروع قومي وثروة اقتصادية. خالد أبو عربة، القاهرة، الميادين.